مرحبا شباب وصبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ فيديو جديد وحلقه جديده وقناه جديده. اليوم قناه محمود علي راح توفر لكم شروحات كتير مبسطه وشروحات كتير ممتازه لحتى تستفيدوا من الانترنت ومن العمل على الانترنت. في مصطلح بيقولوا الربح من الانترنت، صدقوني ما في شيء اسمه الربح من الانترنت. الشيء الموجود العمل على الانترنت، اذا كان ما عندك دخل شهري واذا كان ما عندك شغل هذا الفيديو هو لا إله. فيديو اليوم راح نتعرف على موقع كتير سهل، وأنا شخصيا كان عندي تجربة منه. الموقع اسمه مايكرو جوب، يعني موقع بيديك مهام وشغلات كتير بسيطة وكتير سهلة. فيك تدخل للموقع وتشتغل على هاي المهام المطلوبة منك، وبعدين الموقع راح بيديك أرباحك، وراح بتقدر تسحب أرباحك بكتير طرق سهلة ومعروفة. وراح نشتغل على الموقع سوا، راح بسط لكم الشرح وراح نفوت للموقع ونسجل فيه ونشوف شو المطلوب منا وكيف ممكن نشتغل في هذا الموقع. قناتنا جديدة، بدنا منكم تدعمونا بلايك للفيديو، اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد من قناتنا. راح ننزل شروحات كتير مبسطة وراح تستفيدوا منها كتير. طبعا راح نشرح مواضيع كتير ومواقع كتير وارباح كتير، وراح نشوف طرق للربح وطرق للعمل على الانترنت، وخصوصا اليوتيوب واللي بيشتغلوا على اليوتيوب واللي بدوا باليوتيوب وعملوا قنوات وما نجحوا. كل المطلوب منكم انكم تدعمونا بلايك وتدعمونا باشتراك وتفعلوا زر الجرس لحتى كل يوم يصلكم فيديو جديد ومعلومات جديدة. يلا نشوف الفيديو ونشوف شو الموقع اللي راح نشتغل عليه اليوم. تابعونا وما تسكروا الفيديو وتفرجوا للنهاية، وراح تستفيدوا ان شاء الله معنا بكل شيء جديد. طبعا يا شباب الموقع اللي حكينا عنه موقع كتير سهل، فيك تستفيد منه، فيك تستمر بالعمل عليه اذا كان عندك وقت كتير، فيك انك انت تحصل مبالغ مش بسيطة من هذا الموقع. راح نشرح كيف انت راح تسجل بالموقع، ايضا راح نشرح كيف راح تتعامل مع الموقع، كيف انه انت ممكن تحصل الارباح اللي اشتغلت بها على هذا الموقع. بداية بتفوت للموقع هون، الموقع اللي هو picoworkers.com. طبعا راح سيب لكم رابط الموقع في الوصف. بتيجي لهون بتحط ساين اب، بعد ما تفتح عندك صفحة تسجيل بالموقع. طبعا بيانات كتير سهلة، اسمك بالكامل، الايميل لازم يكون عندك ايميل موجود تقدر تصل منه لرسالة التفعيل، باسورد، نيك نيم اللي بتحب تظهر فيه في الموقع، الدولة تبعتك، بتوافق على الشروط وساين اب. طبعا انا مسجل بالموقع، راح فوت على حسابي. هلا فتح لنا الحساب وفتح لنا الموقع. بداية الموقع راح يعطيك 50 سنت كتشجيع لإلك لحتى انت تبدأ تشتغل بهذا الموقع. لو نظرنا هون راح نلاقي كتير 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 في شغلات ممكن انت تشتغلها وتستفيد منها بأسعار مختلفة. عم نشوف 20 سنت، 5 سنت، 8 سنت. طبعا كل شغلة من هاي الشغلات راح تقوم فيها ما راح تاخد منك وقت كتير، دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، ما راح تاخد منك الوقت وما راح تتعب كتير. لو جينا هون فتنا على هذا الجوب ونشوف شو المطلوب منا. طبعا لو ما كنت تعرف انت كتير بالانجليزي وترجم، ممكن ترجم الصفحة. طبعا هذا بقول لك شو المطلوب من العمل. طبعا ممنوع تستخدم في بي ان، بدك تروح على هذا الرابط، بدك تبحث في العبارات على جوجل. راح تفتح هذا الموقع، طبعا راح تقوم بالبحث على عبارة جوجل في اعلى الصفحة. ستجد في البحث عروض اسعار التأمين على السيارات او التأمين على الحياة في الولايات المتحدة الامريكية او الفوركس في صفحة البحث. راح تضغط على اي اعلانات وقم بالتمرير لاسفل. ارجع الى نفس الموقع، قم بالخطوة 3 مرات اخرى وابحث عن كلمة مختلفة وانقر فوق اعلان اخر. دليل مهم، روابط المواقع الاعلانات التي قمت بزيارتها. الجمل الاخيرة من المنشورات التي قرأت على صفحة المعلن. راح انت تروح تصور له، طبعا تاخذ له عفوا اللي هو رابط هاي المواقع اللي انت اشتغلت فيها. راح تجيب له الجمل اللي مكتوبة في صفحة المعلن، تمام، وتحط له اياها هون. طبعا فيك انت حل تاني انه انت ممكن تصور الشاشة. لو اشتغلت من موبايلك في كتير تطبيقات سهلة لتصوير الشاشة، ممكن تصور الشاشة وترفع له تصوير الشاشة للعملية اللي قمت فيها. طبعا ما راح تكون كل هالعملية دقيقة او دقيقتين، وترفع له اياها وتحط ارسال اثبات، وهون انت خلصت من الوظيفة هاي وممكن العثور على وظائف اخرى وتشتغل. وراح يبعث لك الرصيد موقع صادق 100% وكلهم بيدفعوا، بس انت لازم تعمل هذا الشغل على اكمل وجه. طبعا احنا لو جينا هون كيف طرق الدفع الموقع، طبعا الموقع بيدفع من اقل شيء $5 او $10. طبعا انت الباي بال ممكن تدفع بالرصيد اللي بدك اياه، الكريديت، ممكن السكريل، كلها طرق سهلة وكلنا بنعرفها وتعاملنا معها من قبل هيك. هذا هو موقع اليوم وهذا هو شرح اليوم، نتمنى يكون عجبكم
وشكرا لكم وشكرا على متابعتكم لنا. طبعا شباب وصبايا كان هذا شرحنا لليوم وكان هذا الموقع اللي معنا لليوم. ما توقف وما تقول في شيء صعب، بلش واشتغل وحاول وجرب مرة واثنين وثلاثة راح تنجح. خلي الدخل اللي راح تحققه من هذا الموقع يفيدك بشيء تاني، ممكن انت تستثمر ارباح، ممكن هذا الدخل يساعدك كتير بحياتك. شرح سهل وموقع سهل، واكيد كل يوم راح يكون في شيء جديد وراح يكون في مواقع جديدة وشروحات جديدة، وراح نشتغل في موضوع اليوتيوب ونشرح كيف ممكن تبدأ بقناتك وكيف تتخطى الحاجز اللي الكل شايف انه حاجز صعب اللي هو 1000 اشتراك وال4000 ساعة مشاهدة اليوم. طبعا نستنى منكم تدعمونا بهذا الفيديو، تحطوا لنا لايك وتعملوا لنا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شرح جديد. وشكرا لكم وشكرا كتير لكم، وتابعونا.